أهلا وسهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. حذرت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة المواطنين أصحاب السيارات من المجازفة بالدخول لأي تجمع مياه يتجاوز ارتفاعه الرصيف في ظل هذه الأجواء الشتوية الماطرة. الوزارة عبر صفحتها الرسمية دعت المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الانتباه أثناء القيادة وتجنب المرور من طريق السريع من كوبري 20 رمضان 11 يوليو سابقا إلى الإشارة الضوئية تجرال بيفي وطريق السواني الكريمية وطريق خلة الفرشان قرب معسكر اليرموك. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار الغزيرة اليوم على مناطق غرب ليبيا. استقبل مستشفى مرزق يومي الأحد والاثنين 16 قتيلا و29 جريحا جراء المعارك الدائرة على حدود المدينة. وقال مدير مستشفى مرزق العام محمد وامر في تصريح للتناصح أن المستشفى يعاني أوضاع إنسانية صعبة جراء نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة. وأكد وامر إحالة عدد من الحالات إلى مستشفيات العاصمة طرابلس لتلقي العلاج، مشيرا إلى عدم تلقيه أي مساعدات من وزارتي الصحة بالحكومتين المقترحة والمؤقتة. التقى وزير خارجية الحكومة المقترحة محمد سيالة أمس الاثنين بوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لدول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأكد باسيل عن رغبة بلاده في قفل ملف قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه بالتعاون مع السلطات الليبية المعنية. واتفق الجانبان على ضرورة متابعة اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة المقترحة من وزارات العدل والخارجية والجهات المختصة الأخرى للتحقيق في القضية ومتابعة توصيات هذه اللجنة للمجلس الأعلى للقضاء بتكليف قاضي للتحقيق متفرغ لضمان كشف الحقائق. أعربت رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز بريكا خلال لقائها مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن تقديرها لمبادرة تونس الرامية لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية. ماري لويز خلال زيارتها إلى تونس أكدت الثلاثاء استعداد بلادها لبذل جهود بالشراكة مع الحكومة التونسية في هذا الملف من أجل تجنيب ليبيا المزيد من الصراعات وتحقيق الاستقرار للمنطقة. ختام الموجز للقاء.